اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفتره اللي جايه عندنا احداث مهمه جدا على المستوى الافريقي، في كونجرس وجمعيه عموميه في تنزانيا الاربعاء القادم، في اجتماعات مهمه جدا بشان تصور المسابقات الافريقيه، دور السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس الكونفدراليه، فبالتالي عندنا احداث مهمه جدا على المستوى الافريقي. وبالطبع النادي الاهلي احد اكبر الانديه الافريقيه، بل بالعكس هو كمان نادي القرن الافريقي، مهتم جدا بالتصور والتطور اللي بيحصل في الكره الافريقيه خلال الفتره اللي جايه. لذلك في هذه الفقره معايا شخصيه مهمه جدا، وهو مستر اندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكره القدم، اللي النهارده هيكون معانا فقط وحصريا على شاشه قناه الاهلي عشان نتكلم معاه على كل التصورات القادمه بالنسبه للبطولات الافريقيه. ارحب بالتاكيد بمستر اندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكره القدم، سعيد بالتاكيد بوجودك معايا واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا لتواجدي معكم وتواجدي معكم في هذه المقابله التي اتمنى ان تكون مثمره. اكيد. طيب في البدايه، هل الاتحاد الزامبي لكره القدم بشكل خاص او الاتحادات عامه لديها قناعه بما يحدث من اداره لكره القدم الافريقيه خلال الفتره الاخيره من قبل الاتحاد الافريقي كاف؟ حسنا، لا استطيع الا ان اتحدث عن انفسنا، عن زامبيا. كاعضاء الاتحاد الافريقي نحن لدينا كل عام اجتماع للجمعيه العموميه، واعتقد ان هذا الاجتماع هو مهم جدا بالنسبه لنا. فبالنسبه لنا اهتمامنا بالكاف وبالكره الافريقيه، يجب علينا ان نسعى لتطوير الكره الافريقيه، ويجب ان نناقش هذه الامور في الجمعيه العموميه، ويجب ان نعرض وجهات نظرنا. الامر ليس شخصي، يجب علينا ان ندعم الكره الافريقيه بكل ما اوتينا. اوكي، بالتاكيد طبعا بالتاكيد الكل بيسعى للتطوير خلال الفتره اللي جايه، ولكن الاتحاد الزامبي لكره القدم كان تقدم بمقترح لمناقشة إمكانية إجراء تعديل على اللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية للكاف القادمة. ما هو المقترح وما هي أهميته، وهل له تأثير إيجابي إداريا وماليا على الكاف خلال الفترة اللي جاية؟ مثلا في الأساس ما نقول هو أن حجم الجمعية العمومية، حجم اللجنة التنفيذية في الكاف، يجب أن يكون هناك تقليل في التكاليف. وأعتقد أن عرضنا هو إعادة تشكيل وإعادة وتطوير أيضا الجمعية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي. أعتقد أن تقليل العدد من 25 أو زيادة العدد من 25 ل 13، أعتقد أن هذا شيء جيد. أعتقد أن يجب أن يكون هناك توزيع عادل لأعضاء اللجنة ولكل المراكز في الاتحاد الأفريقي كما يحدث في الفيفا وبعض اللجان واللجان الأخرى في الكاف. أعتقد أن هذا هو أساس عرضنا. يجب أن يكون هناك عوائد واستفادات أكثر للاتحادات، ويجب أن تكون هذه العوائد وهذا التطوير يكون بشكل زائد في الفترة القادمة. أعتقد أن الأمور التي نناقشها الآن لديها نتائج مالية جيدة جدا على الاتحادات وعلى الاتحاد الأفريقي كذلك، وأعتقد أن بين 54 عضو في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون هناك تقديم جيد للكرة الأفريقية. وأعتقد أن عرضنا بشكل أساسي يفيد الاتحادات والاتحاد الأفريقي على المستوى المالي، وكذلك على تقديم وشكل الاتحاد الأفريقي واللجنة التنفيذية، فكل واحد أو الجميع سيستفيد في ظل هذه العائلة الأفريقية. طيب، هل هذا الاقتراح سيتم مناقشته وعرضه في جدول الأعمال القادم للكونجرس الكاف، ولا تم يعني الغاء هذا البند او هيتم مناقشته بشكل اخر؟ Well,
أستطيع أن أقول لك من جهتين. كما أتوقع الآن أن الكاف الآن لديه مواضيع ليناقشها في الجمعية العمومية القادمة، وأعتقد أنه أي اقتراحات أو أي إضافات تحسن من أداء الكاف ستكون مقبولة، وأعتقد أن عرضنا مقبول وموافق عليه على ما أظن. وأعتقد أن ما حدث في الثامن من شهر السادس في العام الحالي، أعتقد أنها كان من المتفق عليها أن يكون هذا الأمر مشتملا في أجندة الاتحاد الأفريقي في المناقشات الجمعية العمومية، وأظن أن هذا الأمر نحن في حاجة لنناقشه في الاجتماع القادم بين أعضاء الكاف. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يوضع في الأجندة الخاصة بالجمعية، وأعتقد أنه يجب أن يوافق عليه ويجب أن يذكر. نحن الآن نتحدث عن أنفسنا، ولكن الأمر فيه فائدة للجميع. وأعتقد أنه يجب أن يتم الموافقة عليه حتى لو كان خارج الأجندة الخاصة بالاجتماع. أعتقد أننا سننتظر مع الوقت وننتظر مناقشة هذا الأمر، وننتظر لأن نرى هذه النقطة وكيفية عرضها من قبل الكاف. نحن مقتنعون تماما بأن الأمر يجب أن يتضمن في الأجندة الخاصة بهذا الاجتماع. طيب، فرصة طيبة معايا مستر أندرو كامانجا، وانت موجود معايا وبنتكلم من خلال شاشة قناة الأهلي. عايز أعرف تعليقك على التصور القادم بالنسبة لدور السوبر الإفريقي والتعديلات اللي هتطرق على دوري أبطال إفريقيا والكأس الكونفدرالية. في تغيير في هيكلة مسابقات الأندية الإفريقية، هل شايف ده إيجابي ولا مش هيبقى في صالح الكرة الإفريقية؟ بادئ ذي بدء، أعتقد أن اللجنة التنفيذية في الكاف وبرئاسة باتريس موتسيري لديهم تصورات أولية بإحداث بطولة جديدة وهي السوبر ليج الإفريقية. وجهة نظري أعتقد أن اللجنة التنفيذية قررت في يناير الماضي أن هذا الأمر سيشتمل على كل الأندية الإفريقية، وهذا الاجتماع كان ناقش فكرة العضوية والاشتراك في هذه البطولات. ولكن أعتقد أن هذا أمرا هاما، يجب أن يكون لدينا المزيد من البطولات في إفريقيا. هذا الأمر سيعمق ويقوي روابط الكروية والرياضية بين الأندية الإفريقية والعوائد المالية كذلك، ملايين الدولارات. هذا الأمر يحتاج إلى بطولة جديدة لإثراء الأندية. ولكن إذا نظرت للأمر بالنسبة للبطولتين الحاليتين، بطولة دوري الأبطال الإفريقية وبطولة الكونفدرالية، أعتقد أنه من المهم أن تتواجد بطولة جديدة ولا تكون فقط مجرد بطولة في الظل، وإنما تكون بطولة مؤثرة كما الحال في البطولتين الحاليتين. هذا اقتراح جيد من وجهة نظري. هذا اقتراح سيثري الأندية ويزيد العوائد الخاصة بالأندية، ولكن من جهة أخرى كما ذكرت يجب أن نكون حذرين جدا بالنسبة لتتابع المباريات الخاصة بهذه البطولات الثلاث. طيب، مع إقامة دور السوبر الإفريقي والمكافآت والجوائز اللي قد تصل إلى 100 مليون دولار، في نفس التوقيت الاتحادات والأندية بيعاني من عجز في الأمور المالية، خاصة الأندية الإفريقية والاتحادات الإفريقية. حتى الاتحاد الإفريقي نفسه، دكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي طلع وصرح أكتر من مرة أن هناك مشاكل مالية كانت في السنوات السابقة. رأيك في مسائل المشاكل المالية والعجز المالي اللي موجود حاليا في الكونفدرالية الإفريقية، وإقامة دور السوبر هيساهم في تعظيم الموارد، ولا العجز المالي ده ممكن يكون مؤثر بشكل سلبي؟ أعتقد أني أستطيع أن أجيب بشكل عملي.
الأندية التي تتنافس في دوري الأبطال والكونفدرالية أمامهم العديد من التحديات المالية والتكاليف، وهذا الأمر يجب أن يعتمد على المقابل الذي تتحصله هذه الأندية. هذه البطولات يجب أن تتطور من حيث العوائد المادية لتكون أكثر تنافسية، وبالتالي تواجه وبالتالي تعوض الأندية عما تبذله تجاه المباريات وخوض هذه البطولات. أعتقد أن هذه التحديات أمام الأندية من حيث السفر داخل إفريقيا، هذا الأمر مكلف، فيجب عليهم أن يعوضوا على الأقل ماليا. أعتقد أننا نؤمن بأن الجمعية العمومية حينما توافق على بطولة جديدة فهذا هو الهدف من حصد المزيد من المال، ولكن حاليا يجب علينا أولا تحسين من حال البطولتين الحاليتين. على سبيل المثال في بلدي في زامبيا في آخر 4 سنوات لدينا 4 فرق تتنافس، وهذه الفرق لا تصل حتى إلى دور قبل النهائي في البطولات الإفريقية، فبالتالي لا تتحصل على المزيد من الأموال. فبالتالي لدينا الآن فرق لا تستطيع أن تتنافس على البطولات الإفريقية، تبذل المزيد من المال ولا تحصل على المقابل. يجب عليهم زيادة العائد المادي من التأهل وزيادة العائد بالنسبة للأندية التي تستطيع أن تصل لأدوار متقدمة. الأمر يعتمد على منظمي البطولات والرعاة. أعتقد أننا نأمل أن نرى بطولة جديدة في قارة إفريقيا. مستر أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، بشكرك شكرا جزيلا، ممتن جدا لحضورك معنا ومشاركتك في هذه الفقرة من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي، وكل التوفيق يا رب للكرة الإفريقية خلال الفترة اللي جاية. عايز أقول لكم ابتداء من النهاردة بإذن الله الفترة الجاية هيكون في جسر تواصل مع كل رؤساء الاتحادات الوطنية في القارة الإفريقية. بالتأكيد مهم جدا نعمل تواصل مع الإعلام في إفريقيا، وتواصل أيضا كمان مع المسؤولين سواء في الكاف أو حتى رؤساء الاتحادات في القارة الإفريقية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي فقرات برنامج الترند.